أعتقد أن المقاربة التي قام بها السيد الرئيس عبد المجيد تبون للم الشمل، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الجزائر بجمع شمل، هذه المقاربة هي المقاربة الصحيحة، المقاربة التاريخية، المقاربة التي يمكن أن تحقق منعرجا في تاريخ البلاد العربية. وصلنا إلى ما وصلنا إليه بإجماع الجميع، ولكن لماذا وما هي الدواعي التي أدت بنا إلى هذه الفرقة وإلى هذا الانقسام؟ ولماذا لا نتفاوض مع الآخرين مجتمعين لا متفرقين؟ الكل يعرف الأسباب، ولا يمكن أن نصل إلى أي نتيجة ما لم نعالج هذه الدواعي وهذه الأسباب.